الوطن من الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة العامة للتحاليل. أهلا بكم في متابعة سريعة لحالة الطقس على مدار هذا الأسبوع. بداية من اليوم وغدا إن شاء الله درجات الحرارة ما زالت حول المعدلات الطبيعية، تتراوح من 34 35 درجة بالنسبة للوجه البحري والقاهرة. أيضا ما زالت نسب الرطوبة مرتفعة مما يعمل على زيادة الإحساس بدرجات الحرارة. الطقس نقدر نوصفه إن هو معتدل على السواحل الشمالية، يميل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ايضا ما زال هناك فرص لسقوط امطار على بعض المناطق من جنوب سيناء ومنطقة سلاسل جبال البحر الاحمر. بداية من اليوم السبت ان شاء الله هيكون في فرص سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق من اقصى السواحل الغربية للبلاد. هذه الامطار تستمر معنا بداية من اليوم السبت وحتى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، هتؤثر على السواحل الشمالية للبلاد وعلى بعض المناطق من الوجه البحري. طبعا بداية من يوم الثلاثاء ان شاء الله ينتهي فصل الصيف جغرافيا ويبدأ فصل الخريف مناخيا وجغرافيا يوم الاربعاء القادم. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. هنبدأ نشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء، هتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة ويستمر ذلك حتى نهاية الاسبوع حتى يوم الجمعة القادم ان شاء الله. مع بداية فصل الخريف ان شاء الله هتستمر فرص سقوط الامطار على مناطق من السواحل الغربية للبلاد مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ايضا نسب الرطوبة هتبدأ تنخفض انخفاض طفيف، هتوصل لحوالي 70 او 75% بالنسبة للوجه البحري والقاهرة. اما على السواحل الشمالية ما زالت بتتراوح من 80 الى 85%. طبعا مع وجود انخفاضات جوية على طبقات الجو العليا ده هيؤدي الى تشتت نسب الرطوبة الى حد ما، لكن هيؤدي لتكون شبورة مائية ممكن تكون كثيفة على بعض المناطق وخاصة الطرق السريعة والطرق الزراعية، فبننصح بالقيادة بهدوء على هذه الطرق.